السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعزائي المشاهدين، مرحبا بكم في برنامجكم سيباوي بودكاست. وقبل ما أبدأ الحلقة، خلوني أخذ رشفة من هذا الكوب الجميل. كوب من الشاي مخلوط بالعسل عشان يبرد أعصابي على الكلام اللي راح أقوله بعد شوي، والموضوع الحامي اللي راح نتكلم عنه اليوم، ألا وهو وقفة الشباب الباحثين عن العمل في صحار. فخليكم معي، لا تروحوا بعيد وراجع. طبعا أعزائي، أطرح هذه الأسئلة وأقول: هل هناك بوادر ربيع آخر قادم على عمان؟ وأقول: سلام يا وطن، سلام يا شباب الوطن، سلام على أهلي بالوطن. اليوم للأسف وشبابنا في صحار يبدون امتعاضهم من الوضع الراهن وعسر الحال وضيقه، وقد أصبحت آمال الكثير من أبناء الوطن سرابا، وأصبح من يتحكم بمصائرهم مشغول عن واقع المواطن الذي لطالما صبر وأعطى عذرا وعذر، وكان دائما يقال له الخير جاي، ولكن لنتو بعد ما وصل. آخ يا مواطن، آخ. والحكومة طبعا تغيرت إدارتها، وما زال الوضع من سيء إلى أسوأ بدون أي ملامح أمل متجدد مع العهد المزعوم بالجديد. وهنا أقول للحكومة: إلى متى وماذا تنتظرون؟ أنا أتضور جوعا، نحن المواطنون، ونموت حتى تفقهوا أنكم أسأتم في إدارة البلد. للأسف إذا كان ما هذا ما تصبون إليه، فهذا دعوني أخبركم أنه بعيد المنال. نعم، فلن تصمد سلطة أمام الشعب، الحراك مستمر. أكيد مستمر مع الشباب الواعد والجيل الصاعد، جيل الشباب اللي كله حيوية ونشاط، اللي طالب بحقوقه في وطنه الأم عمان. صدقوا، حتى رسمة الولد هذاك راعي الجرافيتي اللي راح مسكين يدعم القضية الفلسطينية، وعبر بطريقة جدا جميلة وحضارية، ولكن للأسف تم إزالة تلك الرسمة التي رسمها بطريقة الجرافيتي. وأقول له تحية مني لك، صراحة أنك ذيب ومبدع وشغلك كان ترتيب. وأقول للحكومة: أما آن الأوان بإصلاحات؟ أما آن الأوان بمكاشفة المواطن وإعطائه المعلومة التي يحتاجها وجعله شريكا في إدارة البلد؟ لأن ما نشهده من تخبطات وسوء إدارة ليس بالمعقول ولا بالمقبول، ولا يعقل أن نكون قادرين على استقبال أكثر من 1,000,000 وافد ونوفر لهم وظائف، ولا نستطيع توفير وظائف أو خلق سوق تنافسي حيوي يوفر وظائف لمواطنين يستحقوا أن يعيشوا بكرامة في وطنهم الأم، ألا وهي عمان.
وعتبي على مجلسنا، مجلسنا البرلماني أو بما يسمى مجلس الشورى، الذي لا أدري لماذا يكون هناك مجلس شورى ومجلس دولة والاثنان يكملان بعضهما كمجلس عمال. لا أدري ما الفائدة من هذا النظام، ولكن عتبي على مجلسنا مجلس الشورى لأنه يقاد ولا يقود للأسف، ولا يمارس أي صلاحيات تشريعية أو رقابية. وأقول له إلى متى، وأقول للحكومة كذلك إلى متى، لقد هربنا. كيف طلع الشيب أوي الحالي؟ وأيضا حريات مصادرة إلى متى، إعلام فاشل إلى متى، مواطن يعاني إلى متى، إلى متى وكيف؟ ويا عبيد كأنك ما غزيت، هل سيصل صدى صوتي للحكومة؟ أتمنى، حقا أتمنى. إلى متى يتم التعامل مع المواطن بانتقاص وعند مطالبته بحقوقه تسرع عربات الأمن بقمع أي شكل من أشكال التعبير الذي كفله النظام الأساسي، ولكن الوضع الدستوري صاير طماط باختصار يعني، والقاضي صاير أحم، والعسكري صاير أحم، والحكومي نوبة صاير أحم، وحدكم تعرفوا الوضع مع الأحم كيف يستوي. وأخيرا أقول وبح صوت المواطن وهو يقول أعطوني حقوقي ولا تضيعوا عمان بالاستبداد والقهر. تحية مني لكم وإلى جميع أحرار العالم، وأدعوكم إلى الحرية. معكم علي في باوي بودكاست، وتحية مني لكم جميعا. مع السلامة.